فلما تأتي إلى القرآن الكريم يقول إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة صار احتجاب على هذا الخليفة. لما تسمع الملائكة قالوا أتجعل بها من يفسد بها، قال إني أعلم ما لا تعلمون، الله أعلم، إني أعلم ما لا تعلمون. قيل إن الملائكة أطول أعمار من البشر، لذلك يعلمون الإنسان وفساد الإنسان الذي يعيش في الأرض فساده. فقالوا أتجعل بها من يفسد بها؟ قال إن يعلم ما لا تعلمون. هذا خليفة الإنسان في الأرض. الله سبحانه وتعالى لماذا أجرى عليه الموت؟ لماذا جعل عليه الموت؟ ولماذا خلقه؟ ليش خلق الإنسان؟ وليش جعل عليه الموت؟ القرآن أيضا يجاوبنا، قال ما خلقت الجن والإنس إلا إذا للعبادة، إلا ليعبدون. هناك هدف، هناك علة غائية لا نعلمها، الله يعلمها، وايش هي عبادة البشر أو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. تعال خلينا نشوف عبادتنا، خلينا نمر عليها مرور الكرام. اليوم لما نقف إلى الصلاة، في أي وقت من الصلاة؟ تفهم إن شاء الله كلنا إن شاء الله نصلي، لكن تعال لما نصلي وتعال شوف تهاجمك الأفكار من كل مكان. مو لا لا. شوف ساعتها بسم الله الرحمن، بس دخلت بتكبيرة الإحرام، بس قلت الله أكبر، بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، هاجمتك جتك الأفكار من كل جهة ومكان. واحد أخذك منا، واحد شكو شيء عزيز على قلبك جاب عليك، وداك للسوق، وداك مدري وين، لبغداد، ما أدري إيش، تحت الصلاة، وإذا أنت ما تدري بيا ركعية. وين وصليت؟ خلصت الصلاة، سلمي. إذا شو اتخذت هنا الصلاة؟ عبادة لو عادة؟ عادة. مصح لو لا صارت عادة، أنت متعود على مسموع عبادة. ليش؟ لذلك يقول هذا الإنسان لما يحضر هناك يسألونه لأن أول ما يسأل الإنسان عن من؟ عن الصلاة أول شيء، خاصة الإنسان المسلم أول الصلاة يقول نعم قال جيد خلينا نشوف صلاته، فيجيبون له عارضة أكبر من هالعارضة ويخلونه قال تعال خلينا نشوف صلاتك. شو بس قلت بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وهي انتهت، وين الباقيات؟ شو هذا انت رايح المكان الفلاني، رديت منه ضقيت للناصريه لبغداد، واذا خلص صلاتك وانت حتى واصل وين؟ لامريكا. شو وين صلاتك؟ اذا الصلاه هي شنو؟ نازل حضور القلب مع من؟ مع اللسان، مو فقط اللسان. ليش يقول الذين في صلاتهم خاشعون؟ خشوع. هذول لهم مكان لهم مرتبه، خشوع مع الانسان يخشع في صلاته. فلذلك شوف من المستحبات في الصلاة أنه الإنسان لما يبدأ في صلاته وين يبدأ بنظره؟ نظره وين؟ إلى مكان سجوده. حتى ما يشغل شاغل، ما يشغل شاغل عن الصلاة. على كل حال، فلذلك يسأل هذا الإنسان، قال أنا جبت أصلي، يا أبي وين صلاتك؟ هاي صلاتك؟
الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وردت رد ما سواها. بعد الصلاة يسمونها الصلاة الخرقاء. يقول لبون بروها بجي مثلا صلاة شيء. على كل حال فلذلك ما سنها عليك من عندنا صلاة سيدة إحنا ما عندنا وقت حتى نفصل. عليك من عندنا عبادة زين بس هاي لا كده تعال شوف الصوم نفس الوضعية تعال شوف بقية اللي الله سبحانه وتعالى فرض ان الفروع العشرة على الانسان نعمل وكأكثر مع الطلب هسه تعرف تقدر تمر المعروف اذا ايش بدك شيء او تمر او تنهى عن المنكر لا خاف اي انا لا انا واحد من الناس هسه اذا اشوف المنكر ولا رايح لازم داوم صحيح ولا لان هي معطله هذه العبادات اللي مع الاسف يعني الله سبحانه وتعالى فرض علينا ذل الفروع العشرة ولا في شيء احنا غايتنا منه قلنا كان خلنا بس أستقصر على نفسي دخلنا نصلح نفسي دخل هل ما يكفي خلنا نمشي نفسي خلنا نمشي أولاد خلنا نمشي عائلتي يمكن هالمجتمع ينصل عليه لأن ننصل حتى نصل الصلح المجتمع على كل حال فما سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان الكل ينتهي ويرجع وين الأصل يما وهنا لهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر هناك المستقر أي نعم مجرد نأخذنا بها جولة سعد الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر يقول الدنيا مزرعة آخرة انتهنا في الدنيا اش تزرع تأخذ اش تزرع شو اللي زرع خير تأخذ خير غير الخير أيضا أنت تأخذ لذلك شوف أهل البيت صلوات الله ما عندهم حرص على الدنيا أبدا ولا اعتبروا الدنيا على النبي طالب سلام الله يا طلقتك الثلاث جريش عادت هالعداء العظيم هذا لأن ما علم أهمية أبدا أخذت من عند أولاد أخذت من عند زوج أخذت 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 ناخذ شيء قدم نفسه وما انطها مجال أبدا ما انطها مجال هذا على النبي طالب صلوات الله وسلم يقف إلى الدنيا هذا الموقف لكن تعال شوف احنا ننقاد خلف الدنيا مباشرة لأن احنا حقيقة ناس فقراء على كل حال لذلك شوف الله سبحانه وتعالى يقول هذا الإنسان هناك الموقف يا الله سبحانه وتعالى الله رحم الرحمين الله رحم الرحمين على كل شوف واحد عباد تعالى قد مثل ما قال على فقرته واحد شغل مكان ومشي الأمور لكن تعال شوف احنا نقتدي بما نقتدي بأهل البيت عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قدم لله ما قدم قدم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اللي راح تجي هسه مصايبها من هذا الشهر تقريبا بعده وراح تبدا مصايب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه المرأة العظيمة اللي هي شكلها روح رسول الله صلى الله عليه واله ومع ذلك يضحي بها في سبيل الاسلام انت سمعت المقتل او سمعت المجالس اللي عن الحسين عن استشهاد النبي صلى الله عليه واله وسمعت ماذا يتحدث الرسول مع علي بن أبي طالب وماذا تحدث مع الزهراء ماذا قال للزهراء قال بني فاطمة تسمعين الأذان قالت نعم أبي قال أتحبين أن يبقى اسمي هكذا قالت نعم يا أبي قال والله لو خرج زوجك على القوم وقاتلهم لأن حاضر اسم ما يخدم فعلا هم أشهد أن عمر ويصير رسول الله تشهد رسول الله مات وبالتالي يقول هاي عصاي أفضل من محمد دولة إذا نقلها يا فاطمة أنت تريدين هذا الاسم يثبت قالت لنا عقل إذا عليك أن تصبري تصبري راح يشقها كذا 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 عدد لها أمير المؤمنين لما قال الأمر فينا أم لنا أم علينا قال يا علي لقد أقبلت عليكم الفتاة كقطع الليل المظلم يتبع بعضها البعض شنو بيجي فتن راح تجيكم ماذا اعمل قال اصبر فعلا صبر على ابن ابي طالب ضحى اول ضحيه قال الزهراء صلوات الله وسلامه وهذا بتقول لك عمي شنو على ابن ابي طالب ليش ما عمي انت ويا ابن ابي طالب ليش ما قام ليش ابن ابي طالب ذول يعجزون على اباد الله بس يطلع لهم ولا واحد يبقى لكن يدرون يعرفون على ابن ابي طالب عندي وصيه من رسول الله صلى الله عليه واله ولا كيف انتهك بيت علي ابن ابي طالب على كل حال فشوف التضحية في سبيل الدين أن يبقى هذا الدين فضحوا ضحوا هذه التضحية العظيمة وذلك ضحى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالزهراء صلوات الله وسلامه عليه أول ما قدم
قدم الزهراء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. كتك والحديث هنا لما تريد السؤال عنه طويل وياخذنا الوقت، وإحنا بعد وقت ما عدنا. لكن تعشب سليلة الزهراء صلوات الله وسلامها زينب عليها السلام، هذا المرعى العظيمة هذه يسمونها جبل الصبر، والله الجبل هم قليل بحقها. هذا المرعى اللي إحنا لو ما أحد من يروح من عندنا هو أنت إيش قد نتأذل حتى صلاة ما نصلي، صح ولا عمي؟ تقول بالله يمكن حتى صلاة ما نصليها بوقتها، يمكن تتخربط على الموازين. تشوف زينب صلوات الله وسلامها، هذا العدد من أبنائها، اثنين من أولادها، إخوانها، أصحاب إخوانها، ومع ذلك شوف الموقف العظيم لزينب صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام زين العابدين ينظر يشوف زينب تصلي، بس شلون تصلي؟ ما يسمع، ما يشوفها، بس يسمع صوت. شلون تصلي؟ تصلي من جلوس. قال عم زينب تصلي صلاة الليل من جلوس. هسه يا جماعة صلاة مستحبة مو واجبة، صلاة الليل نعم عند المعصوم واجبة، لكن شوف زينب صلوات الله وسلامه عليها ما تركت هذا الصلاة. لذلك الحسين عليه السلام قال أخي زينب أوصيك أن تذكريني في صلاة الليل، دير بالك لا تنسيني بصلاة. يدري زينب ما تتركها، يعني حتى في هذه الساعات العسيرة ما تركت مستحب، مستحب ما تركته. زين، لهذا احنا عندنا أسوة حسنة بأهل البيت، عندنا أسوة حسنة بزينب، عندنا أسوة حسنة بالإمام علي بالإمام الحسين عليه السلام. نعم عندنا أسوة حسنة، ليش لا؟ لابد أن نصبر على ما أصبرنا، هو أصابتنا مصائب. وجدت والله العظيم في فلذات أكبرنا، بس شو تسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا اللي يفوز بثقة الله وفوز الله. أنا أقول لحان زينب صلوات الله وسلامه أصابها ما أصابها، يسألونها زينب يقولونها أنت أم المصائب، أنت فقدت ما فقدت، هل بكاء أو هل نحيب، شل داعي. لذلك زينب صلوات الله عليه قلنا ما أنتم مش تتوقعوا، أنا أصبح من عند واحد، راح من عند اثنين، راحوا الأولاد، راحوا الأخوان، راحوا الأصحاب، كلها راحت. لذلك قلنا أنا ما راح من عند واحد، لا أنا المصيبة اللي أصبت بها ما حد أنصاب منها. لذلك تقول خاف تزعل يا خوي
زين عند سيد الحسين تقول له اخوي قل اخوي زينب تطلعين يا هديان زينب تطلعين خوي يا حار خليت نساوين ولا هم إلا فرجت ولا مرضا أو مريضا إلا شفيت ولا غائبا إلا رددت وحفظت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا في أصلاح لا قضيت أبر رحمتك أرحم الراحمين إن كان في مجلسنا هذا مريضا وعنده مريض اللهم شاف وعاف بنفسه وعياله ومن يلود بسده أرحم الراحمين ومن كان في حاجة له اللهم اقض حاجته بباب الحوائج أرحم الراحمين وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات من ليس لهم ذاكرة من ماتوا على الإيمان أموات الأخوة الحاضرين أموات السامعين أمواتنا جميعا لا سيما إلى روح من اجتمعنا لأجلها نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد